على كل سادة المشاهدين اللي بيشوفونا، يوم جديد، نهاركم سعيد. النهاردة احنا على مدار ساعتين على الهواء مباشرة معاكم، يوم 23 ديسمبر. خلاص ايام قليلة جدا ونحتفل ب 2018، بس ايام قليلة جدا بتفصلنا عن الكريسماس. كل سنة وحضراتكم طيبين وهابي هوليديز واعياد سعيدة على المصريين كلهم وعلى العالم كله. اسمحوا لي بس في البداية اصبح على مي، اقول لها كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا مي، ميري كريسماس. صباح الخير يا ديرة، ميري كريسماس. كل سنة وانت طيبة، كل سنة وكلكم طيبين. يا رب خلاص فعلا ايام وهتبتدي سنة جديدة ان شاء الله، بقى تكون سنة كده مختلفة وسنة سعيدة علينا على كل الاصعدة. النهاردة كالعادة هيكون معانا عدد من الفقرات، وبنبتديها دايما بفقرة الصحافة متابعة لأهم عناوين الصحف اليومية. هيكون معانا في الفقرة أستاذ محمد الأزاز، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام. فقرة مهمة جدا كمان هتكون مع مي، وهي حصاد السياسة الخارجية 2017، يمكن آخر حاجة خالص، والمشروع اللي تقدمت به مصر لمجلس الأمن واللي نال طبعا 14 صوت من ضمن 15 صوت ضد أمريكا، وكمان المشروع اللي تقدمت به مصر للأمم المتحدة واللي طبعا حاز بأغلبية الأصوات ضد أمريكا، وطبعا وغيرها وغيرها من السياسة الخارجية الجديدة على مصر من بعد ثورة 30 يونيو. هيكون معانا أستاذ باسل يسري، والكاتب الصحفي والخبير بالشؤون الاستراتيجية بجريدة الأهرام. مهرجان دبي السينمائي الدولي من المهرجانات اللي بتجذب عدد كبير جدا جدا من محبي السينما في العالم، والسنين اللي فاتت اعتقد ان هو حقق نجاح كتير قوي في دوراته السابقه. هنتكلم على مهرجان دبي وايه اللي حصل هناك وايه اللي تم بالظبط مع استاذه امل صبحي، كاتبه صحفيه بمجله اخبار النجوم. هو كان اهم حاجه بالنسبه لي كمان في مهرجان دبي هو تكريم ريد كاربت اكيد، وكمان تكريم الاستاذ وحيد حامد. ده كان بالنسبه لي فخر لينا كلنا، يعني استاذ وحيد حامد. طبعا هنتكلم طبعا اكتر عن مهرجان دبي مع ضيفتنا. دايما يوم السبت بيكون عندنا فقره عن الديكور، وهنتكلم عن التغيير والتجديد في البيت، وطبعا مهم جدا ده اتكلمنا عليه يمكن الاسبوع اللي فات، ازاي بحاجات بسيطه جدا ممكن تغير في ديكور البيت عشان ما تحسش بالملل. النهارده معانا مصممه اكسسوارز للبيت وهي فريده الوكيل، وهنتكلم معاها عن الاكسسوارز اللي ممكن برده لو اضفتها تحس بتغيير في البيت، عشان مش لازم تعمل تغيير كبير بالنسبه للظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها. اكيد مش لازم تعمل تغيير خالص، مش لازم خالص. يعني ممكن تسيب البيت زي ما هو، غير بس الاماكن، يعني ما تعملش حاجه كتير، او حاسس نفسك ان انت بتتغير عشان بس يبقى الموضوع مختلف شويه. يعني كمان يوم السبت دايما بتبقى معظم الفقرات كده فنيه ودمها خفيف، فالنهارده هيكون معانا كمان اخر فقره فنيه مع مطرب هو احمد شوقي، هنسمع منه كده حبه اغاني بسيطه جميله. طبعا احنا كمان بنبدا مع حضراتكم بعد الفاصل على طول، بس معانا كابتن حسام حسن ورياضه الدفاع عن النفس، مهمه جدا، نشوفكم بعد الفاصل.